وفاة فنانة مصرية مشهورة جدا منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرتها والنجوم. أعلن الفنان المصري الشاب أحمد الدمرداش وفاة والدته الفنانة المصرية سامية أمين زوجة الفنان المصري مصطفى الدمرداش عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وكتب الفنان المصري أحمد الدمرداش منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت أم الغالية، إلى رحمة الله أرجو الدعاء لها. وعقب إعلان الفنان المصري أحمد الدمرداش خبر وفاة والدته تفاعل معه الكثير من المتابعين، حيث نشرت إحدى محباتها صورة قديمة لها معلقة عليها: توفيت اليوم الفنانة القديرة سامية أمين، حرم الفنان مصطفى الدمرداش ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، إنا لله وإنا إليه راجعون، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. وكانت الفنانة المصرية سامية أمين قد احتفلت في مارس الماضي بعيد ميلادها 75 وسط تواجد أسرتها، واشتهرت بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التلفزيونية، ولها أكثر من 30 عملا دراميا من أشهرها الضوء الشارد. يذكر أن سامية أمين ولدت في 24 مارس 1945 في القاهرة، وهي زوجة الفنان القدير مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل الصاعد أحمد الدمرداش. ومن أبرز أعمال سامية أمين الضوء الشارد وحضرة المتهم أبي ولحظات حرجة. ومن أبرز مسلسلاتها أيضا بابا نور، عيش أيامك، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصروية، بشرة سارة، قصة الأمس. وآخر أعمال الفنانة المصرية الراحلة مسلسل موعد مع الوحوش في عام 2010 مع الفنان الراحل خالد صالح، ولم تظهر في أي مشاركات فنية بعدها نظرا لعدم عرض سيناريوهات مناسبة عليها. بدأت الفنانة المصرية سامية أمين التمثيل سنة 1967 في أدوار مختلفة بلغت نحو 30 عملا تلفزيونيا، رحم الله الفقيدة وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.